نحصل على هذا زيت العرقس وسمناه، وننت وبعد كده نعمل هذا في عصير التنين او نقول ايه نقرون فوت فتح التنين ما شاء الله من الزيت هذول اللي نحط على الرحلة ما شاء الله. هنحط الازازة هذه ونضيف اليه، هو عصير اصلا انا هذول صدمتهم طالما من الثلاجة وسبت برشا ما شاء الله. زيت التنين زيت مخلق ان شاء الله عشان انا او صابون على الكسوس هذا خلاص. زيت التنين نغطي الكسوس اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الرسول. هذا زيت عرقسوس على زيت زيتون مية سخنة وسكر وعصير العرقسوس فضلنا عليه عصير التنين، حطينا عليه عصير أيضا اللهم صل على الحبيب عصير العرقسوس. يبقى اسمه زيت التنين يسرح أو نحط له إضافة زيت شوية زيت عشان اللي عنده زيت يحطه، هي مكانها أصلا زيت اللي عنده زيت حط معندوش خلاص الزيت أصلا كسفته عادي كسفته كده وطفق يعني. زيت العرقسوس زيت التنين من فاكهة التنين، حطينا عليه زيت زيتون وعصير العرقسوس مع مية مع سكر ما شاء الله. زي بقى العجينة الذهبية اللي نعمل صابونة العرقسوس. اللهم صل وسلم وبارك على محمد رسول الله.